تنزل بالإضافة إلى الجيجز هذول اللي بتحرك. جزء من المنتج هاي لو بدي احسبها بطريقه الجائيه اما ثلاث مثاني بدي زي هاي او بدي اشتغل قطعه واركبها ثلاث مرات بحطها اول مره لما اخلص الانتاجيه كان برجع نزيد بعمل الثانيه برجع نزيد بعمل طبعا ممكن تكون اعقد من هيك كمان ثانيه هون كمان ثانيتين حسب القطعه يعني هاي ابسط اللي ممكن تكون ثلاث اجزاء بالضبط هي قصرها بالضبط تفعل التنازل تغتمد بشو هذا هذا الجامعة هذا هو 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 هذا هذا هو هذا هو بداية بوجود هذه العربية العودية تقابل الصورة نفسي عمليك كاتشين قلت لأول شيء بعد المسائل الأخرى عمليك صورة التعداء يستخدم هذا الجهاز للمرضى اللي بيعانوا من مرض من الشلل الجزئي او الشلل الكلي. في حاله الشلل الكلي اللي بيحصل انه الاشاره العصبيه الواصله من الدماغ عبر الخلايا العصبيه الموصله الى حتى تصل الى الموتور نيرف اللي هم الخلايا العصبيه المحركه والعضلات بيتم قطع لهذه الاشاره في احد المرضى. فاحنا بنستخدم جهازنا حتى انه يحل محل هذه الاشاره المقطوعه بعد مرحله القطع او منطقه القطع عشان نولد اشارات عصبيه عن طريق الجهاز. يستخدم هذا الجهاز في حاله نستخدمه للاطراف الجهاز كما صممناه. دائما نشغل الجهاز
تخفف عن ايده مشان تبين النبضات. هاي هون العضله بلشت تنبض. فهذا هو جهازنا، جهاز تحفيز العضلات فانكشنال انتروكال ستيميليتر. يعني فكرة بسيطة بس شو المقصود في مشروعنا أو شو البحوة أو شو الفائدة من هذا المشروع؟ أكيد كنا نعرف أو وصلنا يعني فاميليار مع الفيرش انجن أو المحركات الأبحاث وقديش هي مهمة في الثورة المعلوماتية الجديدة وفي هذا الانفجار المعلوماتي اللي صح عليه تعبير يعني. والنظام اللي عندنا هو نظام انفورميشن ريتريفال أو نظام استرجاع بيانات باستخدام تقنية جديدة اللي هي تقنية الموبايل ايجنت أو هي تقنية العميل البرمجي. حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. لكن تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا بالماء لكن تندلع الأنهار.